الهيكل الوطني لحماية المحيط بالجنوب الغربي، ولاية قفصة وتوزر وقبلي وتطاوين. اليوم كما تشوفوا شرفنا إن شاء الله على تركيز المحطة القارة لمتابعة نوعية الهواء بولاية قفصة، بمدينة قفصة بيان سور. إن شاء الله تتمكننا المحطة هذه طال انتظارنا لها باش نتبعوا نوعية الهواء، أهم الملوثات ولا أهم مكونات الهواء باش نتبعها بصفة دورية على مدار السنة، باش هكاك عندنا نظرة شاملة على نوعية الهواء اللي نتنفسوا فيه. هذه تو احنا علميين لازمنا نراو معطيات باش نقولوا ثم تلوث، المقدار نتاع هذه كلها راهي بالمعطيات هذيك بصفة دورية. هذيك من آخر مرة 2007 فهمتني. أنا نقول لك صراحة اللي أشرت له التقارير أن ثم نسبة غبار زايد على النصاب. 2007 صحيح مش صحيح هذاك أنا ما نجمش نحكم. هذه كل شيء هو أوتوماتيكي، المعطيات كل تتصب في تونس، ومن تونس هو مواصلة المشروع توقع سكون أبل لو موديل دو ديسبيرسيون، نبدو عارفين التركيزات نتاع الملوثات وين يصيروا. حبيت نشكر بربي اليوم زوج جمعيات من المنظمة اللي عاونونا في تركيز المحطة هذه، اللي هم جمعية حباء اصدقاء الحوض المنجمي وجمعية التنمية والبيئة بالمنظمة.